الراديو 90 90 هواها مصر. ويلا بينا ناخد اهم حفلات الاسبوع. حم زي خدتوا بالكم من ام مرتي الحلوه بقت تعمى تعمى بنتها اسمها تعمى. السيد مين يشوه اي حاجه بس يعني ركزتوا تعمى تحس انها بتحول وهي بتغني الله يرحمك صباح. بس خلينا اقول لكم بس استنوا يعني لو انتوا سمعتوا اكيد سمعتوا مش لازم اشغلها لكم تاني فاكيد سمعتوا سمعتوا ولا بس سمعتوا اي شيء. طب نروح بقى نبدا على طول جدول الحد بكره الحد ان شاء الله حفلات الاسبوع ايه. خلينا نقول مسرح الحكمه في قاعه الحكمه اسف في ساقية صاوي في فريق كاريزما عنده حفل بينظم في ساقية صاوي زي ما قلنا وهيقدم الفريق اغنيات مصريه معاصره بتحكي حياه الشباب في هذه الاونه. الكلام ده امتى؟ بكره الحد 7:30 مساء على ساقية او في ساقية الصاوي لفريق كاريزما. نروح لسه برضو في الحد في ندوه بعنوان جوزي متدلع قوي جوزي متدلع قوي. الندوه دي مع دكتور هبه قطب ان شاء الله في قاعه الكلمه الساعه 8 مساء اللي هو بكره 6 اغسطس الحد 2017 في قاعه الكلمه والدعوه مجانيه وما فيهاش فلوس هتدفع. فكل القفشه بقى ومتضايقه روحي بكره دكتور هبه قطب هتستناكي علشان عندها ندوه بعنوان جوزي متدلع قوي. طب انا ممكن ارد مش تتجوز الاول بس يا باشا وبعد كده تروح جوزيهم يا دكتور هبه هتقالهم عرسان هتقالهم عرسان وجوزيهم وبعد كده يقولوا متدلعين ومش متدلعين ولا يا بنات لا يا بنات. طيب من الحد اليوم الاثنين 7 اغسطس لا الاثنين يبقى 8 صح الاثنين يبقى لحد 6 والاثنين 7 لا صح الاثنين 7 نادي الساقيه للفلسفه دي ندوه بتقام اسمها وبعنوان نادي الساقيه للفلسفه حول الفلسفه والثوره ميعادها الساعه 6 مساء موجوده في قاعه الكلمه ودعوه ايضا مجانيه. نروح برضو في يوم الاثنين على مسرح الحكمة 7:30 مساء في مسرحية قطب الرجال مسرحية لفرقة صناع الحلم عن قصتها ايه هتعجبكم قصتها قرية بيظهر فيها وحش والوحش بيبدأ يهدد ابناء القرية وبيشوفوا هيواجهوه ازاي. لو انت من محبي المسرح يبقى يوم السبت يوم الحد تروح يوم الاثنين اسف تروح ساقية الصاوي الساعة 7:30 مساء مسرح الحكمة في مسرح وتسأل عن مسرحية قطب الرجال 7:30 مساء. ومن الاثنين نروح للثلاث الموافق 8 اغسطس هنشوف على قاعه على مسرح الحكمه في ساقيه الصاوي في مسرح ساقيه الصاوي بيستقبل فريق اسمه يلا نغني. الفريق ده بيعمل حاجه حلوه جدا هو بيقدم فن متميز ومختلف زي اي حد بيحاول يقدم حاجه مختلفه ولكن كل دخل حفلاته رايح للمشروعات الخيريه يعني بيعملوا كل ده وفي الاخر كل شغلهم والتيكتس اللي بتروح واي دخل بيجي لهم بيبقى بس موجه لصالح الحفلات الخيريه. عرفنا جدول الحد والاثنين والثلاث فاضل لسه عندنا اربع وخميس وجمعه وسبت. طب احنا عندنا يوم الثلاث حاجه كمان نسينا نقولها الساعه 5:30 مساء في قاعه الكلمه حاجه اسمها حديث الثلاثاء ودي دعوه عامه الساعه 5:30 مساء. رجعنا تاني في كلام مع مين على راديو 90 90 هواها مصري ادعيتكم رقم واحد. ونروح لجدول الحصص نكمل اخر جزء من جدول الحصص عندنا يوم الاربعاء الجاي احتفاليه ابداع ودي خاصه بطلبه كليه اعلام بنها يا اهل بنها صباح الفل كل التحيه اهل بنها. يبقى عندكم احتفاليه ابداع افلام طلبه كليه الاعلام بجامعه بنها يوم الاربعاء الجاي الموافق 9/8 الساعه 7:30 مساء على مسرح الحكمه. دي احتفاليه بيقدمها يعني طلبه كليه اعلام بنها وبيقدموا فيها مجموعه من الافلام. تحية ليكوا يا شباب وتحية لكل الطلبة في كل مكان يعني بس الواحد بيبقى مبسوط ان يبقى فيه يعني طلبة المحافظات دايما بيبقوا مش واخدين حقهم يعني خلينا نقول الحقيقة القاهرة طلبة القاهرة والجامعات اللي في القاهرة بيظهروا وبيعرفوا يعملوا أنشطة زي ما هم عاوزين طلبة المحافظات بتبقى يعني الدنيا ضيقة عليهم شوية فده حاجة تسعد وأنا مبسوط وعلى راسي دايما الطلبة. طيب قلنا ده بالنسبة ليوم الأربعاء نروح يوم الخميس الجاي إن شاء الله أمسية طعم الكلمة هتكون على قاعة في قاعة الكلمة في ساقية الصاوي الساعة 7 مساء وده لمحبي الشعر هي حفلة شعرية غنائية ده يوم الخميس. وفي كمان يوم الخميس حاجة اسمها بامبي والألوان. إيه بامبي والألوان؟ هقول لكم حاجة كده شكلها أطفال على مسرح الحكمة هي ورشة الساقية المسرحية للأطفال عرض ختام الدورة الأولى بامبي والألوان السبعة. طب اللي عايز يروح بامبي أقول لك بامبي موعدها إمتى
بص يا سيدي بامبي 7:30 مساء يوم الخميس الجاي. ونروح للجمعة، الجمعة في مسرح الحكمة، الفنان مصطفى رزق عنده حفل خاص بيه يوم الجمعة الجاي 8 مساء على مسرح الحكمة في ساقية الصاوي إن شاء الله. ده معاده الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر. طيب الساعة 6 مساء في ساقية الصاوي لو رحت بدري شوية قاعة الكلمة، عندها في ندوة مهمة جدا ودعوة عامة مجانية الأسباب وطرق العلاج من السمنة ومشكلة زيادة الوزن. دي حاجة هتقام في ساقية الصاوي الساعة 6 مساء في قاعة الكلمة، أسباب وطرق التخلص من زيادة الوزن. طبعا موضوع زيادة الوزن ده مشكلة كبيرة وكل الناس بتبقى دايما بتحاول تدور عليها، ففي ندوة هو مجانا، اخرج او اخرجي وشوف. الناس بقى اللي عايزة تتخن نشوف لكم اي ندوة في اي حتة الحقيقة.